والله يا ابطال كيف الحال والاحوال؟ وحشتوني جدا. مش دخلتها حلو؟ بلاش نعلق على بعض عشان ما ازعلكش. ما تقدرش على فكره، والله العظيم ما تقدر تزعلني. المهم بصراحه يا جماعه لقيت تحدي جامد جدا وطلب مني كتير. لا كفايه الطلبات دي كلها في التعليقات. هو التحدي صعب جدا، بس على مين؟ هيكون اكيد صعب على حسين مش عليا انا. اهو ده بقى اسمه تلقيح بنات. ده خافي. استنى هو انت دلوقتي مش في ثالثه ثانوي والمفروض تكون بتذاكر عشان بتمتحن ثانويه عامه؟ ايه يا سونا؟ لقيت مفيش راجل في التحدي فقلت اجي وانزلك يا حلو. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه يا ابني؟ محضرهولك داخل بعضلاتي. داري الفضايح داري. فاكر التحدي يا جماعه هو الاكل الحلو ضد الاكل الوحش لمده يوم كامل. كمل بقى الكلام. بص كمل. يعني يا جماعه ينزل اكل حلو او اكل وحش وانت وحظك بقى، الحلو هيبقى حلو جدا والوحش هيبقى وحش جدا. المهم تخلص قبل التاني. واخر واحد يا جماعه يخلص هيتعاقب، والعقاب بقى هيكون صعب جدا. ان شاء الله انت اللي هتعاقب. وقبل ما نبدا التحدي يا جماعه ما ننساش نصلي على النبي في تعالى ونشترك في القناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ده ل 150,000 لايك قبل ما نبدا. بمناخيركم اللايك يكون بمناخيركم عشان كل مره بشم ريحه اللايك بيطلع ريحته حلوه. ويلا بينا. ودلوقتي يا جماعه دي قرعه فيها ورقتين، ورقه مكتوب فيها حلو ورقه مكتوب فيها وحش. انا الحلو. ودلوقتي يا جماعه نقلبهم ونختار بقى نشوف بقى مين اللي هيختار حلو. انا اختار وحش. هقلبهم. هات انا. ايوه انا اللي هقلبه. كبير فانا هقلبه. حسن مش كل مره انت تقلبه. انا هقلبه. انا حجرات. حجر ورقه مقص. اوكي هات كده بقى انا اللي هقلب. خلاص يا بتزعل اخوك كبير يا حسين. خلاص يا عم قلب انت. واحد بسم الله. ورقتي حلو. اما اشوف بقى يا جماعه ينزل لي اكله حلوه عامل ازاي. ان شاء الله ينزل لنا حاجه حلوه. وبس انا اخلص قبلك. لا خلص قبل براحتك. ايه الحلاوه دي؟ بقول لك ايه يا جماعه شكله عامل ازاي؟ انا هخسر بس. لا ده انا بحب التحدي قوي. يا عم كلمني بقى يا عم والنبي. والله يا جعان والله. هات له حاجته يا ابني. طب اشمعنى ما بينزل لك حاجه حلوه وينزل لك ايه ده؟ مش عارف ايه ده بصراحه والله. انا كنت عارف. دلوقتي يا جماعه المفروض انا اخلص قبل عشان العقاب برضه. يلا بسم الله. انا حاجتي صغيره ان شاء الله اخلص. ايه ده اوف الريحه بجد وحشه قوي. انا مش مقتنع ان القرف ده موجود. الناس بتاكله والناس بتحبوه. كل ده سمك. سيبوني لو سمحتوا ما توجعوش دماغي. طب لو اديتنا قطمه يا رب تروح الجنه. يا رب تروح الجنه يا رب. تعالوا بجد يا جماعه. مش بقى مين خالص الاول. انا خالص الاول. بص والله جعان. انا مشكلتي كلها في ريحه ام السمك بتاعتك دي. والله مقرفه. والله مقرفه يا اسطى. انا جعان والله جعان بجد. انا حته والله واحده جعان. انا مش هطلع واحده. تساعد حسين عشان ما يعيطش. ايوه عيش يا عم. مش هقول لك برجر رايت. مشاهدين اهلا وسهلا بيكم في حلقه. عايز اقول يا جماعه ان انا عامل في حسين مقلب جامد جدا. انا هستفزه وطول التحدي وهعصبه وخليه يجيب اخره حتى لو نزل لي حاجات وحشه. ايه ده القرف؟ القرف خلص؟ شنيجر تسنى توني ايتا تسنى ما دوت تناي. خلص. يلا بينا على التحدي اللي بعد. اوعى بقى ربنا. انا اللي هقلب. انا اللي هقلب المره دي باذن الله. طالما نزل لي حاجه وحشه المره اللي فاتت نزل لي المره حاجه حلوه. اما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بص انا مش هشوفها. انتوا تشوفوها الاول. ايه ده؟ لا اي كان نزل لي حلو. لا طبعا. هو انا كنت شفتها؟ لا انا ما شفتها. لا والله لا. اقول لك على حاجه. الضحكه دي يا الناس وكوتي كوتي يا خل. لا على فكره لا عشان ربنا بيحبك انت. يا عم انا اللي مخليني اشوفها. مش كان نازل وحش؟ ايوه كان نازل لك وحش بجد. واحد اثنين ثلاثه اختار بسرعه. لا انا عايز البيت حتى. نزل
انا عايز مانجا. اوه مانجا. اندومي اكس 3 على انا عارفك انا مننا بتغاص مخك فاضي. ممكن لو سمحت عشان انا بحب الاتيكيت تجيب لي حاجه افتح بيها ال افتحها لك انا افتحها لك انا. لا لا صباعي. مش هينفع يخلص قبلي. اندومي الكوري اكس 3 رب بطني نحست من الاندومي. بصوا يا جماعه الحلاوه. الله كنت مركز مع المانجا بتاعك. شوف يا ابني لو سمحت شوف كده عشان ده بيتدلع يا جماعه. ده بيتدلع والله الاندومي الكوري حرفيا. طب ايه ده؟ هنصفيه. طيب هنصفيه. انا مش جعان على فكره. انا جعان والله جعان بجد. انا عايز مش للجوع دي للعذاب فقط. دي الشطه الحلوه. طب انا هحطها هنا هحطها هنا. يا لهوي يا نهار اسود اهدى. طب والله لا خلصوا قبلك. ما تبقاش عندك ضمير كده يا اخي. يا رب تخش الجنه لو سبتها. الله يا جماعه الله. واحد اثنين ابدا. قولي لي يا سيدي ليه الشيطان. اهدى شويه. اي حاجه ميه ميه. ده عباره عن ايه ده؟ بسرعه. ده عباره عن ايه ده؟ ايه الحلاوه والطعامه دي؟ طب انا هاكلها ازاي؟ بسرعه بالله عليك. لا والنبي افتحها. لا والنبي افتحها. سيبني استمتع بمانجتي. احسه بيمثل. لا اضرب دي. لا مش بيمثل. وحشه قوي بجد. ب 200 جنيه. 200 ايه؟ ب 200 جنيه؟ لا جميله. بدأنا اهدى كل. انا مش عارف بصراحه ايه المشروب الغريب ده. يا رب يطلع. ايه ده؟ دميره دي ولا ايه؟ لا والله ما نافع القرف ده. دو دو انت بتحب تتذوق كل حاجه. بقول لك ايه؟ وربنا لا انت شارب. ايوه وربنا انا ماليه فيها. انا ما بحبش المنكر. لا ده ارخم والله. سيبه والله العظيم. حاسس ان انا عوضت نفسي في الاخر بالخطه اللي انا عمال اعملها دي. الله. لبن عايز تعمل بسرعه. انا والله العظيم انا اللي بقلب. قلب. بسرعه. مش لازم تشوف. ما تجيبهاش. الله يسامحك. انت بارد. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده هياكلها طريه صح؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عبارة عن ايه؟ استنى استنى. بتقول ايه بقى؟ ايه بقى؟ استليفيد. استليفيد انجلمنت ويت ريك هاربز اوناين توينتين فايف ويتاس. ما تقولش انجليزي تاني. ده مين اللي علمك؟ اكيد اللي جس. ايوه انا عرفته. اوعى انا خايف من الكهرباء. انا هوريكوا اوريكوا الشيف اللي جوايا. اقسم بالله بحب الطبخ. اخر مره طبخت طلعت في الشقه. والله فاكر ده حصل بجد والله. انا طول عمري بقول لهم انا نفسي انزل لي جوله فيها اكل عشان اوريكوا الشيف اللي جوايا. بصراحه يا جماعه انا قلقان من المنتج اللي هنا ده. انا عايز بس عادي احنا قد قلبنا جامد. يا ابني انت مجنون. ايه انت مجنون. ايه عارف ان انا هضرب. الحته طلعت وربنا انا هشيف شاطر. ايه المنتج ده؟ ايوه صور. تعالى خش عليا. خش دي تحفة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده محشي. اقسم بالله ريحتها باينت. خليك في المحشي بتاعك. ده محشي. خليك في المحشي بتاعك. هات لي دي عشان اسخن المحشي بتاعي. لا لا انت كده بقى بتقلدني. يا ما بحبش بنات تقلدني. سقف.
حسيت ان في حلاوه بدات تحلو. شوفوا الحلاوه اللي دلوقتي يا جماعه انا هبدا ادوق المحشي بتاعي اللي انا عملته. ولا بقول لك ايه، احنا كده كده مش هنعمل حاجه بالعصيان اللي جوه دي، فاحنا ممكن نشيلها. واو مش عارف ده بيعمل ايه ده. يا ابني خليك راس. نقلب بقى بجد يا جدعان. خلاص جدا، شيل ده بقى، شيل ده. واو جامده جامده. ايه الجمالين ده؟ على فكره قربتك سبك. انت الحلو ده كله ده امتى؟ انت عمال تقلي وما انتش واخد بالك. حسين وانا ممكن ادوق؟ عايز تدوق؟ خد. والله يا جيراني. تقييم حسين كام من 10؟ كام من 10؟ نية. قرفتني منها يا حرام اهدينا. الله الله والله العظيم انا فاشل محترم. ايه ده؟ طعمها جميل قوي. انا خلصت. انت خلصت ازاي؟ مين يا جماعه خلصت الجوله دي؟ يلا مين عدى؟ على فكره انا كده كسبان الجوله. ويا مين عدى عدي؟ اللي بعد. اهم حاجه اللي بعده. كنت مستمتع. قول اللي بعده. اللي بعد. ايوه انا اللي هقلب. انا اللي هقلب المرات. بسم الله. ايوه. حلو. حلو. اوعى. ايوه. شكله غريب قوي. ايه ده؟ شكله غريب جدا. شكله جامد. ممكن افتحه كده نشوفه. ايه الريحه دي يا اسطى؟ ايه ده؟ انت شقط من هنا ولا ايه؟ انت جايبه من الشارع ولا انت اللي عامله؟ انت عامله بالليل وانت نايم. ايه ده؟ ده ايه ده؟ دبي حسين. دبي حسين ايه؟ ده ناشف وخبيث. ده بيلف هو. المهم انا لازم اكسب الجوله دي. بسم الله. بعد التفكير مش قادر اكل. الله شكله حلو قوي. حلو جدا. الله عليك. تاكل ايه؟ الله اطرب. والله راحت بقت وحشه بس قاعد معايا اقول له مش عارف احسن في ايه ده؟ انا كل مره بختار حاجه وحشه وانا مش عارف ده حظ ولا ده ايه ده؟ لا ده انت فقر عشان كده خدعني. حسين خشني. يبقى الحسين انا يعتبر كده كده كسبت صح؟ الحسين يقع على الايه؟ العقاب. العقاب يعني كده تعادل، بس تعادل بغش. حلو يا ابني، هات لي سلك يا عريان يا ابني. والنبي لو حصل حاجه ما تمسكنيش روح اضربه. يلا والنبي يا اسطى، والنبي ابوس دي خده وين؟ لا يا اسطى. ودلوقتي يا جماعه والنبي لا والنبي ودلوقتي لا لا والله يا حطه ودلوقتي يا حطه لا شلته. انت ما بتعرفش شعوري. لا انتوا عايزين تكهربوني، عايزين تكهربوني. بتخيل اي حاجه يا اسطى. ما تهزرش لازم يا اسطى. ومصحف امور هو بيكرهني. هو بيكرهني. ابعد عني. لا ما نقدرش نكهرب حسين، بس وقسما بالله يعني احنا كان نيتنا يعني ان شاء الله ان احنا ايه ده عايزين تكهربوني. وبما انكم وصلتوا لاخر فيديو فانتوا كده فعلا من الابطال. ايوه وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. وصل الفيديو كام لايك بقى؟ 200,000 لايك بمناخيركم. 300,000 لايك عشان خاطر امشي من هنا.